بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. طلاب الفرقة الأولى شعبة نظم معلومات، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وأيضا بمناسبة إن دي آخر محاضرة في الترم الثاني في مادة مبادئ المحاسبة، وده آخر أسبوع إن شاء الله في المحاضرات. طبعا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا إن في بدلين، يا إما نعمل بحث في المادة بتاعتنا أو هنعمل فيها امتحان أونلاين. واتكلمنا المحاضرة اللي فاتت وقلت لكم أنا رأيي إن الامتحان الأونلاين أحسن ليكم من عمل بحث، بس ايه القرار اللي هياخده ادارة المعهد متمثلة في الاستاذ الدكتور عميد المعهد هنشوف مع بعض خلال الفترة القادمة. سواء كان القرار امتحان او القرار بحث، لازم نعرف منهجنا كويس، عشان لو كان امتحان هنمتحن فيه، ولو كان بحث هنعمل بحث برضو في الموضوعات اللي احنا درسناها مع بعض. طيب محاضرتنا النهاردة هيبقى شكلها ايه؟ محاضرة النهاردة تبقى ملخص نظري كده بسرعة هنتكلم فيه مع بعض عن المنهج بتاعنا من اول محاضرة في الترم لغاية اللحظة اللي احنا فيها دلوقتي. طيب ايه اول حاجة خدناها مع بعض؟ خدنا مع بعض في البداية تعريف المحاسبة، وخدنا اكتر من تعريف، تمام، وقلنا هنلتزم بيهم. بعد كده خدنا اهداف المحاسبة، وخدنا بعد كده خصائص علم المحاسبة، وخدنا كمان مع بعض بعض التعريفات الهامة اللي استفدنا منها في شغلنا العملي بعد كده، وخدنا خطوات المحاسبة الخمس خطوات وشرحناهم. طب هم ايه بقى الخمس خطوات؟ قلنا اول حاجة تحديد، وتعالوا نمسك كلمة تحديد هقولها دلوقتي بس نقول خمس خطوات بسرعة، وبعد كده نمسك خطوة خطوة نقول عملنا فيها ايه. اول خطوة كان التحديد، تاني خطوة كان القياس، التالتة كان التسجيل، الرابعة تبويب وتلخيص، الخامسة كانت عرض النتائج. دول الخمس خطوات بتوع علم المحاسبة بتاعنا. تعالوا نمسك الأول كده أول خطوة معانا، أول خطوة اللي هي تحديد. احنا اتفقنا إن أي عملية مالية لابد أن يكون لها تأثير على طرفي معادلة المركز المالي، يعني يكون لها تأثير في حسابين او في طرفين. فانا لما احدد الاول لازم احدد التأثير على انهي طرفين، ايه الحسابين اللي اتأثروا عندي بالعملية اللي حصلت، تمام. زي قلنا لما نشتري واشترينا نقدي الفلوس بتاعتنا هتقل والبضاعة بتاعتنا هتزيد، بعنا نقدي البضاعة بتاعتنا هتقل والفلوس بتاعتنا هتزيد، تمام كده. قلنا التحديد عشان اعرف لازم افرق بين الأصول والخصوم أو الالتزامات وحقوق الملكية، ثلاث حاجات أساسية لازم أبقى أعرفهم كويس جدا، تمام كده، عشان أحدد أطراف العملية إيه اللي بزيد عندي وإيه اللي بيقل والعملية دي أثرت على إيه. ده تحديد. تاني خطوة كان القياس، التأثير المالي بتاع العملية دي أو قيمتها كام، عاوز أقيسها. انا بعت بألف جنيه يبقى العملية دي تأثيرها على الطرفين دول ألف جنيه، تمام كده. طيب انا خلصت القياس وحددت قبل كده الطرفين، بقى عند الطرفين والقيمة بتاع كل طرف، قلنا نقدر ببساطة نسجل في دفتر اليومية. ازاي؟ ان انا حدد مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن. يبقى انا لازم الاول اعرف يعني ايه طرف مدين، او اجيب الطرف ده يبقى مدين ازاي والطرف ده يبقى دائن ازاي. قلنا الاصول بطبيعتها مدينة، يعني طول ما هي بتزيد مدينة،
طب لو قلت تبقى داينة، يبقى الأصول طول ما هي بتزيد مدينة، ولما تقل تبقى إيه؟ داينة. طيب الجانب التاني بقى، الخصوم وحقوق الملكية عكسها، الخصوم وحقوق الملكية لما تزيد طرف دائن، ولما تقل طرف مدين. تمام كده؟ يبقى احنا نعرف اذا كان المدين والدين ازاي. قلنا الاصول كلها مدينة طول ما هي بتزيد، لكن اول ما تقل تبقى داينة. طيب والناحية التانية، طول ما هي بتزيد داينة، اول ما تقل تبقى مدينة. تمام كده؟ قلنا المشتريات طرف مدين، كلمة مشتريات لابد ان تأتي طرف مدين، كلمة مبيعات عكسها، بتيجي طرف دائن، بتيجي طرف ايه؟ دائن. المصروفات طرف مدين، المصروفات طرف مدين، الإيرادات عكسها تبقى طرف دائن. تمام كده؟ طيب عرفنا مين الطرف المدين ومين الطرف الدائن. أقدر أسجل القيد، القيد بتاعي ببساطة، من حساب الطرف المدين إلى حساب الطرف الدائن، من حساب الطرف المدين إلى حساب الطرف إيه؟ الدائن. تمام كده؟ طيب اتعلمنا ازاي نسجل القيد، سواء كان قيد بسيط او قيد مركب اللي هو فيه كلمة من مذكورين او الى مذكورين. تمام؟ قلنا بعد كده، كده احنا خلصنا ال3 خطوات الاولانيين، عاوزين نعمل الخطوتين اللي بعد كده. عاوز اعمل تلخيص، تبويب وايه؟ وتلخيص. قلنا الخطوتين دول بيتمثلوا في ايه؟ ان انا برحل القيود اللي في دفتر اليومية الى حساب الاستاذ. يبقى هرحل القيود لحساب ايه؟ الاستاذ. وخدنا ازاي نرحل لحساب الاستاذ، وعلى فكرة ده في محاضرة موجودة معاكم في المحاضرات اللي متسجلة على قناة المعهد على اليوتيوب، ممكن ترجع لها. تمام كده؟ طيب خلصنا الترحيل. بعد كده اعمل من الترحيل ده، من دفتر الاستاذ بعد ما اخلصه واقفله واعمل رصيد مرحل واعمل رصيد منقول، اعمل حاجة اسمها ميزان المراجعة. اعمل حاجة اسمها ميزان ايه؟ المراجعة. ميزان المراجعة ده بيتعمل ازاي؟ قلنا بيتعمل بطريقتين، يا اما بالمجاميع او بالارصدة. طب هدفه ايه؟ قلنا هو اسمه ايه؟ كلمة ميزان. اي ميزان يعني كفتين، لازم يبقى متساوي. طب ومراجعة يعني براجع على حلي. الميزان لو طلع ماهوش مظبوط والجانبين اللي فيه مش متساويين، يبقى انا شغلي اللي قبل كده في حاجة غلط، لازم ارجع اشوف في عندي ايه غلط. عشان كده بقول عليه ميزان ايه؟ المراجعه. الميزان لازم يبقى مظبوط، ومراجعه يعني براجع على شغلي. طيب انا الميزان ما طلعش مظبوط، الجانبين ما طلعوش مظبوطين، اعرف اللي فيه عندي حاجه غلط وارجع ارجع اشوف شغلي تاني. تمام كده؟ سجلت في دفتر اليوميه ورحلت في دفتر الاستاذ وعملت ميزان المراجعه وطلع مظبوط وشغلي تمام وزي الفل. ابدا اعمل بقى الحسابات الختاميه. احنا خدنا مع بعض قائمتين، قائمة اسمها قائمة المركز المالي وقائمة اسمها قائمة الدخل. تمام كده؟ خدنا قائمة المركز المالي وخدنا قائمة ايه؟ الدخل. قلنا قائمة الدخل بتحط فيها ايه؟ بتحط فيها المصروفات في الجانب اليمين اللي هو على ايدي اليمين، والإيرادات على الجانب اللي ناحية ايدي الشمال. طيب الفرق ما بين الاتنين، او هي بتطلع لي ايه؟ بتطلع لي صافي الربح او صافي الخسارة. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي جانب الايرادات اكبر من جانب المصروفات يبقى عندي ربح. تمام؟ طب لو عندي جانب المصروفات اكبر من جانب الايرادات يبقى عندي ايه؟ خسارة. طب سؤال بقى ونركز اوي فيه، يظهر الخسارة في الجانب الدائن اللي هو على ايدنا الشمال، صح ولا غلط؟ صح. ليه؟ ما هي الخسارة هتظهر تكمل الايرادات. بركزوا بقى معايا كده في اللي انا هقوله. ما انت عندك جانبين، جانب مصروفات وجانب ايرادات، المتمم هيظهر مع الصغير. لو المصروفات اللي صغيرة يبقى المتمم بتاعها ربح، لو الايرادات اللي صغيرة يبقى المتمم بتاعها خسارة. طب الايرادات فين؟ في الجانب الدائن على الشمال. طيب والمصروفات فين؟ في الجانب المدين اللي على اليمين. تمام كده؟ طيب ده كانت قائمة الدخل. يبقى أنا قائمة الدخل تشمل على المصروفات والإيرادات، يتم إعدادها عن فترة، يعني من وإلى، يعني لازم أبقى محدد الفترة اللي أنا بعدها عنها. تمام كده؟ ونراجع المحاضرة بتاعت قائمة الدخل برضو موجودة معانا من المحاضرات المسجلة.
طيب بعد كده خدنا قائمة ايه؟ خدنا قائمة المركز المالي، وقلنا دي بيبقى فيها ايه بقى؟ برضو جانبين، جانب الأصول على ايدي اليمين، وجانب حقوق الملكية والالتزامات على ايدي الشمال، ودي برضو موجودة معانا في بس في محاضرة فيديو ممكن حضرتك ترجع لها، عشان الكلام اللي احنا قلنا فيها والتعريفات بتاعت سواء الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة أو الأصول غير الملموسة أو حقوق الملكية أو الالتزامات مهمة جدا جدا. طيب خلصنا ده وخلصنا ده، خدنا بعض التسويات وبعض العمليات المرتبطة بالعمليات المحاسبية، خدنا أهم حاجة خدناها اللي هي كيفية حساب الإهلاك، كيفية حساب الإهلاك للأصول الثابتة اللي هي التسويات الجردية للأصول الثابتة، قلنا أهم حاجة فيها إيه؟ إزاي يحسب الإهلاك، تمام كده؟ طيب المحاضرة اللي بعدها خدنا تسويات الجردية لعمليات المبيعات والمشتريات اللي هي الخصومات والمسموحات، كانت المشكلة فيها كان المحاضرة فيها مشكلة واتعدلت ونزلت تاني، اللي هي المحاضرة اللي فاتت برضو راجع عليها تاني. ده كان منهجنا بشكل عام، معظم المنهج معانا مسجل في محاضرات على اليوتيوب، ممكن حضرتك ترجع للمحاضرات دي وتركز في اللي انا قلته فيها، عشان ان شاء الله لو كان فيها امتحان اونلاين الامتحان هيبقى في شكل اسئله صح وغلط واختيار متعدد، هيبقى من المحاضرات بالنص، وهتلاقينا عاطي امثله على الحاجات دي في المحاضرات، ونركز على الامثله اللي في الكتاب المرتبطه بالصح والغلط والاختيار من متعدد. وبكده اكون حددت لك النقاط الرئيسيه للموضوعات اللي احنا خدناها، وبالرجوع الى المحاضرات تعرف المنهج بتاعنا ان شاء الله كان بيكون من ايه. وفي اخر كلامنا ادعي ان ربنا يوفقكم، واشوفكم ان شاء الله السنة الجاية في سنة تانية، وبالتوفيق، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.